معرفش. ما تعرفش ولا حتى أشرف يعرف؟ أشرف مين؟ لما شفت الحلقة وسمعت التسجيل عرفت إن الموضوع مش هيعدي على خير، علشان كده أنا جيت لك من غير ميعاد، قلت أتكلم معاك وأعرف أنا كده موقفي إيه. أنت بتسجلي من إمتى يا روبا؟ بعد اختفاء رضا على طول. حسيت إن ده السلاح الوحيد اللي ممكن يوصلني ليهم. يعني من شهر ونص تقريبا. وإزاي ما تقوليش حاجة زي دي؟ بص أنا عارفة كويس اللي أنا بعمله ده مش صح، بس ما كانش ينفع أتكلم معاك في حاجة زي كده قبل ما أعرفك كويس. وأنا كده رحت في داهية؟ آه رحتي في داهية. ولو ما قلتيش كل حاجة بالظبط هتروحي في داهية أكبر. وبعدين تعالي هنا. إشمعنى الراجل ده سجلتي له بعينه هنا؟ علشان رضا قبل اختفائه قال إنه شاكك إن في واحد من أمن الدولة بيكلمه. كلمه مرتين، أول مرة هدده بس بشكل كده غير مباشر، وتاني مرة هدده بشكل مباشر لما رضا ما استجابلوش. مين الراجل ده؟ أبو العزم. أبو العزم؟ يعني أبو العزم اللي هدد أخوكي ده هو نفس الشخص اللي صوته موجود على التسجيلات بتاعت قضية الكنيسة اللي متهم فيها جمال الجبالي؟ ده اللي خلاكي تسجلي له؟ أيوه. لما ليلى حكت لي إن في حد كلمها عنه، كانت عارفة كمان إن أنا عندي تسجيلات ليه فطلبتها مني، فكان من ضمنها التسجيل الأخير ليه هو وجمال. أشرف أنا ما كانش قدامي حل تاني، أنا متأكدة إن الراجل ده ورا كل المصايب اللي بتحصل لنا. وأنا كده ضايقتك؟ لا أنا بس بفكر في اللي بتقوليه. الراجل ده لو ورا كل المصايب فعلا يبقى هيتحرك، وهيتحرك بسرعة جدا. واللي شفتيه عندك النهاردة في الشركة ده ولا حاجة. يعني إيه؟ يعني لازم تتخلصي من التسجيلات اللي عندك دي فورا. أشرف ده لا يمكن، دي الحاجة الوحيدة. الحاجة دي لو فضلت عندك هيحصل لك زي ما حصل لأخوكي بالظبط. وانا لا يمكن اسمح بكده يا روبا، انت فاهماني ولا لا؟ يا روبا انا خايف عليكي صدقيني. هو ده اللي انا كنت خايف منه. جرايد مصر كلها ملاش غير سيره الموضوع ده. عمليه اكيد مترتبه، واكيد اكيد مش هتبعد عن الشؤم اللي اسمه خليف. طيب ممكن تهدي نفسك؟ مش زيتون طمنك؟ طمني قال لي ايه؟ ما يقول اي حاجه، ده راجل بمية كلمه يعني، ولا كانه قال حاجه. بيبي لازم تهدى عشان نعرف نفكر صح ونفكر ايه الخطر اللي عليك. لو بالقانون يبقى التشريع اللي خليف هيموت ويقر في مجلس الشعب. القانون ده بتاع منع الاحتكار، وطبعا ما هيصدق يمسكني من رقبتي وهاتك يا قضايا وبلاوي سودا ورغي ملوش لازمه. بس كل ده مش فارق معايا ولا هيزلي شعر اصلا. امال فين المشكله؟ انت مخبي عني حاجه يا كومي؟ حكايه كده كانت حصلت من زمان وراحت الحال سبيلها. حكايه ايه؟ واحد متقال قوي والقريبين قوي من خليف الزفت كان عرض عليا كده من كام شهر انه عايز يدخل فلوسه البلد وبيفكر يشاركني. قالك ده بصراحه؟ مش بالظبط، حكيت قاعده كده في فرح وحمدت ربنا انه ما جابليش سيره الموضوع تاني. وكان هيبلع الاستثمار كله طبعا. هيطلعني مديون كمان، ده سفاح. الكلام اللي انت بتقوله ده معناه ان خليف هو اللي زقه عليك. هو ده اللي مسبب لي هالع جوايا في ريال، تبقى كارثه سودا. يا ابن الصايعه، كان بيزق عليك وهو متاكد ان انت هترفضه عشان لما يجي اللي بعده تقبله على طول من غير سحر ولا شعوذه. هو ده اللي حصل فعلا. كومي احنا لازم نتصرف في الموضوع ده وبسرعه، دي ممكن تبقى البدايه واللي جاي اسوا بكتير. بتفكري في ايه بالظبط؟ مامي. ايه ده؟ ده سليم، هبقى افهمك بعدين. يلا روح على اوضتك وانا جايه لك على طول. كمان عملتي له اوضه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ وبعدين يا بيبي كلها كام يوم وجده يطلع من المستشفى وترجعيه له؟ ممكن تخلينا في موضوعنا؟ دقت كتير وقليل، بس احلى فنجان اللي شربته من ايديك. خير يا دكتور؟ مش خير يا ست الستات. احنا مش كنا متفقين ان الكلام يفضل سر ولا احنا بنلحس كلامنا؟ تقصدي مش فاهم؟ لا انت فاهمه كويس. الكلام اللي قلتيه في التحيه عن انك كنت مراتي، وده كان مظبوط ولا كانت حاجه تانية؟ ما بتكلمش عن كده وانت عارفه. لو كانت الظروف وقتها منعتني اني اتكلم، فدلوقتي خلاص مفيش حاجة تخليني أكرر كده تاني. بس ده كان اتفاق ولا؟
طب افرض هتجوز، مش مفروض اللي هتجوزه يعرف؟ ولا هتمنعه يفتح بقه وقطع له لسانه كمان؟ واحرمك تتجوزي، واحرمك من اي حاجه انت عايزاها. انا عارفه انك ما تقدرش تعمل معايا كده. ما تطمعيش في حب ليكي قوي كده يا لولا، صبري له حدود. انا عارفه ان كان يبسطك قوي كلام الناس عنك وعن علاقتك بيا، بيديك احساس بالرجوله والسيطره، بس ده كان احقر احساس بالنسبه لي، والناس كلها فاهمه اني عشيقه ثروت زيتون مش مراته. طب ايه رايك ما تيجي نتجوز تاني؟ تاني؟ طب والمدام مش خايف تعمل معاك اللي عملته في الجوازة الأولانية؟ آخر كلام يا لولا، أنا اديتك كتير ووصلتك لمكان عمرك ما توصلي لها، لو عايزة بقى تستغلي اسم ثروة زيتون علشان توصلي لمكان أكبر من كده فده بقى يبقى حلم، وهصحيكي منه على ضربة تفوقك بقية عمرك. الله يحلل خسارة في البلد دي. مع السلامة يا جمال. شوقي وقف العربية، وقف